رملاء نكد، اهلا وسهلا فيك. هلا فيك رملاء. انت انعرفتي عند الناس بسبب جمله قلتيها على السوشيال ميديا، الله يخلي الشهداء اللي راحوا. احنا لنذكر الناس لانه حديثنا عن السوشيال ميديا وكيف الانسان بيوصل ليصير مشهور على السوشيال ميديا وقد ايه بيقدر يستمر. يعني شو هي معايير الشهره على السوشيال ميديا؟ عن شطاره الشخص يعني بالاستمراريه. شو يعني شطاره الشخص بالنسبه للشهره؟ في واحد بيطلع بيعمل فيديو شو ما كان، العالم بتحكي عنه، مخل خالف تعرف تحكي عنه الناس. لا انا ما اعتمدت، انا هيدا صدفه كانت. خالف تعرف انه بتنشهري، العالم بتحكي عنك اول جمعه ثاني جمعه بعدين خلص بتنطفي. انا لا، هيدي الجمله طلعت معي عفويه، اتفاجأت انا من الناس، من الضجه اللي صارت، من الانتقاد. على فكره الانتقاد اللي هو عمل رملاء نكد، انت بتعيشي على النقد، بتعيشي على التنمر، على الشتم، بتحبي انا اذا بدي انا اذا لما بكون اقوى منهم. انا كنت قعدت ببيتي من زمان وسكرت صفحاتي وخلص. بس لانه انا مقتنعه ما عم بعمل شيء غلط، ما عم باذي حدا، وهذا الشيء خاص برملاء. عجبك او عجبك او عجبك تحضريني، ما عجبكم بكل بساطه انفلو ما تتبعوني. بس هالقد رملاء مستفز العالم، انا ما بعرف ليه. انت مستفز، انت بتعتمدي الاستفزاز؟ لا. انت ما انت طبيعتك مستفزه؟ لا. هن بيعتبروا انه رملاء مستفزتهم. ما يا رملاء، لما حدا مثلك ما بيعرف فيش. انت بتعتبري حالك شاعره على السوشيال ميديا؟ انا بعرفك شاعره. الشعر هيدا فكاهي يعني. شعر ايش؟ اكيد شعر. فاعتمدوا انه صاروا رملاء الشاعره. طب شو بتعملي بس في مجال اعرف؟ فنانه. شو؟ بغني. فنت استعراض وبمثل اذا صح. انت عندك صوت خرج غناء رملاء؟ يعني انت صوتك باهلك انك تغني؟ اكيد. نسمع شيء رملاء. انت بدك تعملي اي شيء لتكوني مشهوره؟ لا، والعالم مني مقهوره. لا انا عم بقول لك ما اعتمدت رابعا، انتبهي. ايه؟ انا الناس يعني هيدا الفيديو تفاجأت انا كيف داج، فقلت انا شو يا بقعد ببيتي انا اذا ما كنت بدي واجه قد اللي عم بيصير معي، وبدي يكون قدهم يا انه خلص. او بستغل هيدا الشيء لحتى انا انشهر. الشطاره انه إيه؟ كل سنه تكوني اقوى من مره. شو الجديد اللي عم بتقدميه كل فتره؟ عم تقولي عم قدم مقصره بصغير قبل الكبير. شو بشو شو هو تاثيرك؟ بطريقه سيئه. بس عفوا علي، ما بدنا نحكم قبل ما نسمع كل قصه رملاء. خلينا نسمع كل قصتها. شو هو التأثير؟ شو الطريقة السيئة؟ في كثير ممثلين عم بفزعوا فبنزقف لهم شابوبا، بس لأنه رملاء ما وراها شيء. رملاء طلعي فيي لإلي، في حدا وراها، فعم نقول نحن بطريقة سيئة. بس إذا رملاء طلعي فيي، طلعي فيي نرش عليها الجاجا مزبوط، والبادي جاردية يعني والسيارات الجاجا يعني. لا شو بيعملوا براندا عن براندا؟ مع تحفظي على المادة اللي بتقدميها يعني، مع احترامي لشخصك، بس إنه أنا بقول إنه هيدي حرية بس هيدي مش حرية. أول شغلة إنه قلت أنت كلمة سيء، إنه ليش بدي أحدد إنه هيدا سيء بس هيدا منيح؟ إيه؟ هيدا حرية بس هيدا سيء يعني. أول شيء لما بقول أنا ما عم بتعدى حريتها، هي حرة تعمل بدها اياه، هيدا خلينا نكون متفقين وواضحين. شيرين اللي عم تقدمه هو فاشن، عم تلبس، عم تعمل ميك اب، عم تتصور، هالقد محصور نطاق شغله بطريقه كتار من الصبايا عم يعملوها. اللي عم تعمله رملاء انه بلشت شعر، صار معها غلطه عفويه، عملت لها بلبله، استغلت البلبله، بلشت تعمل شعر، رجعت من الشعر صارت تعمل غنى، بعدين صارت تعمل فن استعراضي. وبكل القصص اللي عملتها ولا مرة كان يرتقي المستوى لأنه يعتبر فن. مش حرة؟ حرة أكيد. أنا هيدا رأيك. لما نحن رابع عن بس عفوا بدي أرجع لعند رملاء. رملاء أنت قلتي أنا بأثر بالأطفال، شو هو التأثير اللي عم تعملي؟ شو اللي بتسمعيه من الناس أنت؟ يعني لما تلتقي تكوني ظاهرة، تلتقي بأم وبنتها، شو بيقولوا لك؟ رملاء بدنا نتصور معك، بنحبك كثير، أنا بنموت فيك، مش بس بنحبك. إيه ولادي كثير بتبعوكي وبيعشقوكي. بتفاجئ انا بالسوشيال ميديا الانتقاد اللاذع على رملاء وبرا غير. شو بينتقدوك البنت البسيطه؟ هن بيعتبروا رملاء البنت البسيطه. انت من الحجاب هن بيعتبروا. ايه من الحجاب، من الحجاب انه خلعت حجابها، ونحن انتقدناها هالقد. طب بعدها هالقد طلعتها وهالقد واثقه من حالها وعم تتطور اكثر والخير لقدام، هيدي لوين بدها توصل؟ لوين بدك توصلي؟ لوين بدي اوصل؟ انا بعدني ما وصلت لمحل. انا لوين بدك توصلي؟ عندي كثير قصص ببالي. انت قلت التاريخ بده يحكي، بده يكتب عني. ايه؟ شو بده يكتب؟ عن شو بده يكتب رملاء؟ من لا شيء صنعت شيء، صنعت شخصية رملاء نكد القوية. شو هي الشخصية عارفينا؟ رملاء انا ضد اني اطلع حدا ويعني يلي ما حدا مع رملاء ودعمها ايه وضلت
مأمنة بحالها وبي شو اللي مأمنة بحالها؟ بس لحظة أحسن من ديما جمالي؟ صحيح لا 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 بس نعم شو قلت أحسن من ديما جمالي؟ بدي أعرف بأي خانة شو أنا جمالي نايب بالبرلمان نايبة شعب نايبة شعب وما عندها انتلكت هون مانا نايبة شعب حرة هديك في ناس منتخبتها في مدينة منهارة هي نايبة عنا غادي معك حق حبيبي أنا بس جبت ديما جمالي لأنه عملت كذا مصطلح لأنه أنتو حكيتوا أيوه. أنا صراحة ما بعرف التاريخ المهني يعني تبع الست رملاء بس أنتو حكيتوا أنه قالت جملة عفوية غلط هو اللي شهرها ديما جمالي هي النايبة اللي بتطلع بالجمل الغلط اجمالا يعني مشان هيك يعني رملاء بس بدي اسالك سؤال انت لقيتي حالك بالسوشيال ميديا يعني انت كنت مزوجة عندك اولاد عندك عائلة امرأة تقليدية نوعا ما عايشة هيدي الحياة التقليدية لقيتي السوشيال ميديا عطاكي يعني طلع لك كان هروب لإلك كان ملجأ لإلك لا أنا أول شيء المشاكل كانت أنا وطليقي سابقاً أيه؟ هلا أنا ندمانة بكتير قصة أنه حكيت بحياتي الشخصية ما بحب أرجع أخد فيها ما بدي أفوت بحياتك بس الشخصية بس أنت شو اللي عطيتك يا الشهرة السوشيال ميديا ما لها تأثير بطلاقي أبداً أيه؟ شو اللي عطيتك يا السوشيال ميديا صنعوا رملاء أنت صنعتي حالك على السوشيال ميديا ولا السوشيال ميديا صنعتك من لا شيء عم بقول لك صنعوا رملاء ما كان في رملاء شو إيه؟ ما كان في رملاء صار في رملاء إيه؟ هلا حضلها تعليق لقدام رملاء التعليق الايجابي بيساعدك ام التعليق السلبي على السوشيال ميديا بما انه موضوعنا هو السوشيال ميديا التعليق الايجابي بقول لهم ميرسي شابو با هيك شايفيني السلبي السلبي بقويني بقويكي شو شوفوا لا اكثر يعني انت بتحبي تأذي على الجمهور ايه؟ بتحبي شو انا ما برد انتبهي انا بتعرفي بشو برد بشغلي بس انت ما شو ناطرنا الحزازيه يعني هلا نحن قلنا كلمتين شفتك استفزيتي انت وعم تردي علينا مبين غلط انا لما عم عبر عن رايي انا ضد انه حدا يسب رملاء او يتعرض له بالشخصي طبعا. وانا رواد بعتبره هلا لانه صار زميل بهذا البرنامج ما بتعرض له بالشخصي انا لما شخص بده يطلع على السوشيال ميديا عم بيقدم ماده هيدي الماده بدها تتحمل نقد وبالاخص لما تعتبر هيدي الماده انها فن تصنف كفن لما انت بدك تطلعي تغني رملاء تعتبري حالك مطربة أو فنانة بدك تتقبل هنا بس أنا أكيد ما بتعرض لك ايه بس أنا بدي لك شغلة أنه أنت أولاً إنسانة كنتي موجودة قبل السوشيال ميديا بغض النظر كيف كنتي عايشة مش السوشيال ميديا اللي بتعمل إنسان رملاء اللي عم بيصير معها عم بيصير مع كتير عالم صحيح بيتهاجموا هون ومنهم زميل إعلامي أنا بعرف قديش بيتهاجم وأنا شهدت نعم بيروحوا بدهم يتصوروا معه بس يشوفوا مين الزميل الإعلامي اللي بيتهاجم لونه في حدا بيكون كتير عم بيرشقوا مين عطيني اسم ما علينا نحن بنحكي هون لأشياء تمام بلاي أنا بحبه ايه تمام أوكي. كتير بينسب أنا كنا كذا مرة بجلسات هيدا العالم مين ما بيقطع بقول له نحن بنحبك نحن بنحضرك رملاء يمكن بسبوه على السوشيال ميديا ولكن بالحياه بيصير فيها طبعا تحيه لازم بيصير برملاء مثل كتار ناس حتى العاديين بينسبوا هون لانه مين ما كان في يقعد ويسب ولما يشوفوهم شخص ببدرون حب هي شو عم تاخذ هي عم تاخذ شيء الملموس محبة الناس الكلام الحلو اللي هي حابة تسمعه اللي هي ما قبل السوشيال ميديا كانت بين أربع حيطان عندها حياتها الخاصة اللي صعبة شوي مثل كتار برجع دايما بقول هي اليوم عم بتلاقي حب عم بتلاقي عم تنعرف عم بتلاقي كيانة بتقوي حالها بالمثبت وبتقوى بالناس الموجودة على الأرض أخت هون الله يستر عليها ما عملت شيء باسم شخصيتها عايشة بالوهم ما عملت شيء انت شفته للوهم هي رملاء نكد طبخة. ما تعمل شيء عامله بس الوهم هي بحد ذاتها رملاء ليه يا رملاء بتمنى عليك شو الكاركتر شو انا بتمنى عليك بحكي لصالحك ان شاء الله قالك عايشه بالوهم اعملي شيء انت عايشه بالوهم لا ابدا انا الحقيقه وانا التاريخ سبق وقالت حيحكي عني شخصيتك تتنشهري اذا ما عملت شيء بيثبت شخصيتك ما بت شو عم تقدمي للمجتمع لحتى اللي بده يذكرك يعني التاريخ يذكر الناس اللي قدمت شيء لهالمجتمع قدمت شيء للوطن حضرتك شو قدمتي لحتى يذكرك التاريخ شو عم بتفيدي هالاجيال المثابره والقوه والاراده والفن اللي بدي اعمله غيري بدك تعملي يعني عم قدمتي عم بعمله لا قدمت بس كيف عرفت عن التاريخ بس لحظه بس خلينا نكمل مع ابراهيم شو بدك تقول لابراهيم شو بدك تقوله بدي اقول انه هي غير موجوده
كيف غير موجودة؟ منا موجودة لو منا موجودة دليل أنا معكم هون إيه لو منا موجودة لأنه مجتمعنا التافه والدليل لا. أنا مجتمعنا التافه صار عم بيوصل العالم لازم نوصل لهي لا بنفينا نسمع شيرين حضرتو عم بيقول انه المجتمع التافه هو اللي وصلها يعني صح. المجتمع هو التافه اي انت بتوافقي شيرين بتوافقي انه المجتمع تافه اي لانه المجتمع شو ما عم نقول المجتمع التافه هو كمان اللي عم بيوصلك انا ما عم بحكي عن حالي هلا انا عم بحكي نحن عم نحكي نحن عم نحكي على وجودنا على السوشيال ميديا في مجتمع تافه لحظه اذا بتريد هو انا عم برد على جوابه المجتمع في ناس بالعالم ما الأكترية ما في من طيب أنا عم برد على جواب إبراهيم عم بقول المجتمع التافي هو اللي وصلها يعني المجتمع هو اللي تافي إذا هي تافهة قولي بالمجتمع رواد شو بدك تقول لرملة أول شيء ما كنت أعرف شو اسمع رملة 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 خي ضج الدنيا مين أي ما في كونتنت عم بتطلع ما في كونتنت يعني ما في محتوى ليه ما صوته بشر انت المحتوى اللي بتقدمه اهم اللي بتقدمه رملاء لا بس انا عندي جمهور بيروح في ناس كمان اصواتهم كثير بشعه وعندهم هي عندها جمهورها في ناس كمان بتصير هي رملاء بتعمل حفلات هي حاله نعم هي حاله انشهرت لانها قالت الله يخلي الشهداء اللي راحوا لا وكملت كملت مع فدويت نعم مع فدويت بدك انا انسحب من الحلقه لا 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 ما ما هيدا لا ما تحطني بخانه اسمعيني ما تحطني لا ابدا ما كان لا انا ما فيني انا نجوم كبار ما بقبل اتقرن فين ولا ينحكى اسمي حد اسمي عليهم ايه بس ما اوها بليز ما توتي انا بحالك حلوه ثقتك بحالك انا بحييك انا بحييك على ثقتك بنفسك ما تنزلني ما تنزلني ما تنزلني بطريقتك أنا بحترم شخصة جداً أين الثرى من الثريا ولا وين الشمس وين القمر بتسمعيني ولا بسكت بس خلينا نحترم ولا والنجوم انت عشان ولا خلينا اذا تفرجيكي في كل نحترم كل الناس لا بحترم كل الناس وحياتك بدي افرجيكي لما بحضر حالي بحترم كل الناس عامل عليه سايلنت كومنت حالي وقتها بحضر حالي وبقول يا الله شو مهضومي وكيوت شوفي قديش مستفز كنت من الكلام اللي بتحكيه بشعرها لدرجة أنا ما عمل ولا مرة فيديوز مع ناس شخصيا هي عملت معها اثنين تنيتهم سايلنت ما حكيت ولا كلمة خبت حالي بالمشيات شو عملت؟ خبت حالي بالسرام شو اسمها هي؟ يعني هيك بولينج بولينج انت عم تعمل بولينج انت بتعترف انك تتنمر على انسان مش عم بتنمر انا لما بطلع بقول انا الشاعره رملاء نكد يا بدي اكون شاعره يا ما تشعري خليك بالبيت انت ما لك حق تنشهري مين عنده الحق يقول مين بحق له ينشهر على السوشيال ميديا ومين ما بحق له ينشهر انا الكلام اللي قاله ضده هي بحق لها تنشهر وهو بحق له ينشهر ومش ما في حدا احسن من حدا انت مش عاجبك ما تفتح الفيديو انا بعمري ما بس اذا بتريد اذا بتريد انا بعمري ما فاتحه فيديو لرملاء نكد ليه ما بفتح لانه انا ما بدي افتحه حره ولكن يجي نهار حب شوف شو بتعمل بس انا اليوم بدي اقول بحق لها وما بحق لها وبحق لي واعطي وزع ادوار للناس شو خصني انا في اذا بتريد في تاثير على العالم على السوشيال ميديا اذا بتريد بدي كمل اليوم في عندك انت ناس فاتوا حضروها هني صنعوها هي بتعرف تغير اسلوبها بتتقبل انتقاد ما بتتقبل هي حره شأنا ما تحضروها صح غادي نحن وعم نتناقش مرقتي جملة قلتي رملاء رملاء ولا بعض الإعلاميات أو بعض السياسيات إيه عفوا رجعي ألف مرة رملاء ولا بعض الإعلاميات أو السياسيات لقلك ليه لأنه التجهيل اللي خصه بأنه نحن عنا تصحر اجتماعي ما بتحمله هالمرة بس اللي محطوطين بمسؤولية اجتماعية ريادية قيادية ثقافية والكونتنت تبعهم تافه هولي عليهم مسؤولية مرة قدمت كونتنت ايه اكيد انا متأكدة انه ما عملت شيء شعر او فن يعني انه مثلا عظيم بالمعايير العالمية بس عملت حالي على السوشيال ميديا انا مين لاجي قيمة بس وحدة بتطلع على التي في ممكن تعمل فتنة ممكن تتفق تنمت فئة او طائفة كاملة بجريمة او هيدي بتنحط بالحبس هيدي بتتساءل مسؤولية امن وطني وسلم اهلي
هون مين عم تقصدي؟ مين الاعلاميات اللي عم تقصدي هون والسياسيات؟ معروفين وعندي فيديوهات عن العالم بس بدي اقول لك بدي اسمع منك غدي مين عم سمينك؟ لا انا بدي اقول لك انا بفضل بالحياه مش الشخص مش هيك عم دافع عن هيدي المره مش عن شخصها عن الفكره يعني ما انه في لك فلان وفلان وفلان موجوده بس الفكره فكره الحريه هيدا اللي اسمه سوشيال ميديا مفتوح بتعمل ترافيك بتعمل ترافيك بتعجبني ما بتعجبني بس انا بقول اذا بحق لها تكون موجوده ولا لا لا بحق لها اللي بيطلع على تي في وبيسخف وبيسطح الافكار السياسيه اللي ما بيحكي على حاكم مصرف لبنان وبيحكي على دكتور فود اللي ما بيحكي على 500 مليون لوليد جنبلاط بس بيحكي على بياع الكعك اللي ما بيحكي على اتهام كل الشيعة بلبنان بقتل لقمان سليم بس بيحكي على رملاء فهمتي شو المشكلة؟ انه نحن شو قلنا معها للمرة؟ ماني معجبة فيها بس انا شو قلي معها؟ اذا رملاء قدمت قالت انا شاعرة وقدمت شعر شعر ما بيشبه الشعر يعني بيشبه كل شيء الا الشعر على القليلة واضحة حالتها بس انت زوجة شاعر انت زوجة شاعر المعي قديش في عالم عاملة حالها شعرة ورا المكاتب وبطريقة انه انا وعاملة بوز وهي موسيقى للشعر وللغة وللفن وللفهم مش انا صنفت حالي شاعرة مش انا الناس هي صنفتني شاعرة صار يقولوا انه رملاء ايش اللي بتقول شعر الشاعرة في كثير ناس تنمرت عليكي كشاعرة يعني خلينا نكون يعني انا بحترمك كانسان رملاء وانا بحترم كل امراه وانت من حقك تعملي اللي بدك اياه واللي بده يلحقك واللي بده ما يلحقك ولو ما عملتي شيء انت مانك موجوده هون معنا نحن عم نناقش ظاهره المشاهير على السوشيال ميديا فيها تكون ظاهره سلبيه او ظاهره ايجابيه بس انت معنا ونحن بنحترمك ولكن رملاء لما تقولي لي شعر لا يعني ما اللي صنفوكي انت انا وقفت صراحه يعني انا خلص اعترفتي ما بتعرفي لغه عربيه صح؟ لا انا بعرف صارت فنانه رملاء قلتي ما بقبل اتقارن مع فنانات مع مين ما بتقبل اتقارن انا ما بقبل ان حد انا عندي خانه شو صنفي لي خانتك انت وين حاله خاصه حاله استثناء ما بيشبه حدا انت شو ما بيشبه يعني حدا رملاء انا رملاء ايه رملاء اكيد مع احترامي لهالقد واثقه من حالها لهالقد اتحاربت وبعدها مكفيه اللي هالقد عم بهجموها عم بيقولوا لها ولا شيء وعم تثبت كل مره انه انا كل شيء مين عم حاربك رملاء مين بحاربك كثير وانا على فكره يا ما في شركه انتاج بتفوت مع رملاء كثير ناس انه لا رملاء ما بدنا اياه ممنوع شو النقد عليك ممنوع مش نقد اذا بتكون لا ما بدي اذا بتكون رملاء وكثير هيدا صار وانفكس جرحك كان هشي. عندي انا كان عندي من فتره وبعدين ربع شخصيا انا ببعث لك الكونترا على واتساب عندك على الخاص ايه اكيد ممنوع الخاص مسلسل لرمضان على معي حبعث لك اياه كله اوكي حبعث لك اياه معي الكونترا اوكي على الام بي سي 4 دي تي لا كان في امضاء وقالوا لي من الاسامي اللي ما قبلهم بعثوا لي اياه باسمي موجود انا حبعثها اياه لرابعه تشوفه مين الاسامي؟ مين اللي حارق؟ مين اللي ما قبل؟ 250 الف درهم اماراتي كان التصوير عندي كان التصوير بشهر 12 هذا 12 كان عندي اياه بدبي رح ابعث لك اياه رابع ايه اكيد بدبي وتركيا والامارات مين اللي حاربك رملاء؟ مين اللي حط فيتو على اسمك؟ ايه مين اللي حط عم بقول لك مين؟ وكل ما فيش انا سمي وحتى قال لي انا بعدين بحكي لك اياه تحت الهواء رابع بس حابعث لك وتشوفي الكونترا وانا كان عندي اياه بشهر 12 انا كان عندي سفر طب انت بتعرفي تمثلي رملاء؟ ما انت هون عم نحكي رابعة كل ما انا تيجي شركه انتاج تتبنى رملاء ممنوع انت بتحب الشهره؟ لا الشهره هي انا تفاجأت هي اختارتك؟ هي اختارتني لقيت حالها مشهوره انا عم بقول لك نمت لقيت حالي لك انا وقتها خربت الدنيا بين اهلي وبين طليق بلا رواد تواجه ولا كيف؟ لحظه لما لقيت حالي انا بهيدي الخانه ايه كمل يا بدي اقعد ببيتي وابكي يا بدي كف وكون قد بس لحظه لو حاكم مصرف لبنان كانت نجمه المسلسلات بس بدي اقول لكم يعني هي عم تحكي على كل شغله عم تقولها رملاء عم تروح تقارنه بالساحه اللبنانيه انا شخص معي ماجستير بالمسرح ما بقبل رملاء تقول عن حالها ممثله مش معناته انا ليه علي شفتها عم تمثل؟ ما شفتها بس هي عم تقول علي شفتها عم تمثل طب انت قبلين علي انت قبلين كثار من الممثلات اللي ما فاتوا على معهد انا مش راضي بالواقع يمثلوا؟ انا مش راضي مش راضي وعم عبر عندي على السوشيال ميديا عم عبر اوكي ابراهيم رابعه بس ست رملاء واضح انه ما عارفه حالها وين يعني ساعة لا بقى معزة فنانة أنا اللي عرفي حالي ممثلة لولا ماني عرفي حالي كل شوي عم تقولي شيء يعني ما مو واضح مصاري يا حبيبي برجع بقول لك أنا ما قلت كلمة بتقولوا لها الله يوفقك
والله يكون معك ما وراها حدا ومفهم القصة، ومثل ما حكت الست رابعة في جلاجيء وراهم ظهر، وحرام إذا صوتهم بينسمع، حرام إذا صوتهم بينسمع. أبو جبل وعلي سرور مطربات أبو جبل تعاطف مع رهوان. الله يا عمي ياخذ بيدي. شركات الإنتاج عم تستعين اليوم برملاء لسبب، لأنه بده يصير في بلبلة بيطلع لهم دعاية عن المسلسل، يعني هي عم بتجيب لهم إعلانات وحكي وعناوين إنه رملاء صار تتمثل، صار في وورد أوف ميك، وهيدا جزء حيقولوا إنه وهيدا جزء من الماركتينج كمان. بنيت على السوشيال ميديا اليوم، بالسوشيال ميديا الإشاعات بتجيب 6 مرات زيادة عن الخبر العادي. هي بتجيب لهم دعاية للمسلسل اللي حتدخل فيه. بدك تقولي قالوا لي محضرة شعر لأبو جبل. أنا كنت محضرت له بس زعلني شوي، بس هلا لا رجعت طراها. لا طراها معي. لك عملتي شيء جبتي حالك ما زعلت. بس انا ما فهمت. هلا حتعطيك، هلا حتثبت حالك بالشعر. لا لحظه لحظه ابراهيم، لا يمكن انا ما بصنف حالي، عم برجع اقول لك انا ما بصنف حالي شعر. ولا نحن طرحينا شعر ولا نقبل. هي عم بتعبر له. انا هون ببرنامج رابع عم بقوله اذا بصح لها لرملاء فرصه تمثيل ايه لكسر الدنيا، وحكون نجم التذاكر نمبر 1. اللي بيكرهني قبل اللي بيحبني حيجي يحضر رملاء. ان شاء الله ما هيدا اللي عم يجنن الرابعه. ابو جبل طلتك منا قليلي، بتهد الجبل وبترمي الجمل. ابو جبل طلتك منا قليلي، بتهد الجبل وبترمي الجمل. بطلتك بتهد جبال حتى لو انربطت بحبال. بطلتك بتهد جبال حتى لو انربطت بحبال. يلي بتقولوا انت نمشي عليه حتى لو توت عتنا. الله حي الله حي. شكرا لك رملاء على هالكلام. يعني انت قلت عبرتي شيء من قلبك، هيدا طبعا ما بعرف شو بنعتبره، بنعتبره كلام من قلبك. نتوقف.